هادشي مجهد انا دوخني عرفتي كي كانت وكي ولات ويلي 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 هادشي بزاف. عرضي يا خويا مزيانه دابا فهمتي، كانت المره الاولى كان المشاكل كنت تدوز من الشانطي كنت ديما نلقى المشاكل فهمتي، كسيده الزحام تعلق على السير شحال من حاجه كتكون، دابا لا دابا ولات فهمتي كدوز من التحت شي حاجه زوينه فهمتي، فكره زوينه داروها كيستافدوا منها كل، نتمنى اي واحد يطبق يدوز من التحت بقى يدوز من على الشارع، هذا الشيء اللي كنطالبوا منه. وتتعتبر معلم هذا زعما هذا النفق تحت ارضي وتنعتبر انا هذه المده كلها زعما خساره فادحه للسكنه ديال الدار البيضاء، حيت شي معلمه اللي تدخل للذاكره ديال الناس ولا تتولي تتعرض تتولي تيقضوا فيها الناس الحاجات التبول المتسكعين، وكاين اجيال اللي عاشت هنايا دابا اللي تتمشي للخارج اللي تزاد عندهم 16 عام جاوا هنايا وبقاو تيرجعوا تيرجعوا تيلقاو دائما باقي نفس الوضع، عاود تيجي كدوز 8 سنين 6 سنين ولاو رجاله ودائما نفس الوضع اللي زعما كانت حاله كارثيه. انا تنعتبرها بان زعما هي قيمه مضافه للسكنه البيضاويه ولهذا المركز ديال هنا المدينه لو سونتر. مزيان اخويا صراحه بادره طيبه. بالنسبه للناس مع وليداتهم يعني تتفادى الطريق ومن تنفس كذلك، ها كنشوفوا الناس من برا الحمد لله. المهم عجبتني الكره الارضيه كنجي كنضرب فيها التصاور للناس، معانا فوتوغرافي هادشي ناضي والله بقى نجي ليها ديما، هي فهم ديكور مزيان داروها واعره بالرجوله زوينه، صدمونا زعما الصراحه بهاد الاخر سرعوها، ما كناش كنصادروا كاع حيت شي غادي يديروا، ولكن صراحه دابا ولات كتستاهل بنادم يجي ليها ويدور فيها وكل شيء. Ouais, l'ambiance ici c'est très agréable. C'est la première fois que je rentre ici, mais c'est très agréable. Il y a beaucoup de Marocains. Vraiment, en tant que Sénégalais, je suis très content de rentrer ici. Concernant l'ouverture aussi, c'est très joli, le placement aussi. Voilà, c'est très joli, Mashallah. ديال السيركيلاسيون بالنسبة للراجلين، يعني هادي تنفع بالنسبة للراجلين، مابقاوش الحوادث السير، مابقاوش المشاكل، مابقاوش وبالنسبة لهاد الكرة الأرضية خاصها ديما تحرس، يعني ديما تنقى، ديما النظافة، ديما المسائل كيما من زمان. خويا الديزاين تبارك الله زوين، والناس هنايا كيجيبوا وليداتهم، وكاين أضواء ماشي بحال الخارج، ما كاين الضوء ماشي ما كيكونش الظلام وداك الشيء. حتى إلا بغيتي تاخد شي صورة هنايا ماشي مشكل، يعني اجتماعية زوين داك الشيء. المغرب الحمد لله غادي في تطور، وباقيين غنشوفوا المزيد في المغرب.